اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء الأثيري المبارك عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. اليوم أخي الكريم أختي الكريمة، نأخذ واحد اسم من أسماء الله الحسنى أو اسمين إذا سمح الوقت بذلك، ونحاول أننا ندير واحد المدارسة لهذين الاسمين إن شاء الله أو لاسم واحد منهم. هذا الاسم هذا وهو من أسماء الجلال هو الدار، الدار النافع. الله جل جلاله من أسمائه الدار النافع. فبعض الناس كتجيهم صعيبة أنه يسمع مثلا بأن الله تعالى دار، فهنا كقاعدة ممكن لناش ننطقوا هذا الاسم بوحده من غير ذكر النافع، فكنقولوا الدار النافع سبحانه وجل في علا. فدائما هذا الأسماء اللي كتكون مقرونة فما تذكرش واحد منها، فحل قلتي ويلو للمصلين، فكنقولوا معز مذل، معطي مانع، خافض رافع، سبحانه وجل في علا. فهو سبحانه وتعالى دار نافع سبحانه، فهو ينفع من يشاء من خلقه ويضر من يشاء من خلقه، ولكن هذاك الضر لمن فعل الأسباب الموجبة للضر. يعني الله تعالى مش يتظلم، وما ربك بظلام للعبيد، سيدي ربي ابن هذا الكون أخي أختي الكريمة على نظام الأسباب، فكين أسباب تنفع وكين أسباب تضر، فمن أخذ بالأسباب التي تضر يتجلى الله عليه باسمه الضار. ياك، فإذن هو نافع ضار، ينفع من يشاء من خلقه ويضر من يشاء. لماذا؟ لأن هذه الأشياء اللي كتضر شكون اللي خلقها؟ خلقها الله تبارك وتعالى. ياك، فالخير والشر شكون خلق الخير وخلق الشر؟ الله جل في علاه. شكون اللي خلق النفع وخلق الضر؟ الله جل في علاه. وملي كنقولوا الضر نقدروا نقولوا تضر بالفتحة، ياك، وهما لغتان بجوج مصحح، يا إما كتقول الضر يا إما كتقول الضر. فالضر ضد ديالو النفع. لكن أخي الكريم أختي الكريمة، سيدي ربي واخا هو من أسمائه الضر أو الضار، فإحنا كيبان لنا بأنه واحد الحاجة ما مزياناش كيبان لك أنت بأنه ضر، ياك، ولكن راه في الحقيقة ديالها نفع. ياك، كل شيء ظاهر وباطن، كل شيء ظاهر وباطن، فكيبان في الظاهر بأنه هذا الله تعالى تجلى لي باسمه الضر، ولكن راه من حيث لا أدري راه في هذه اللحظة والحين راه تجلى لي الله تبارك وتعالى باسمه النافع. إذن ميمكنش يكون الضر إلا والغاية من ورائه واحد المنفعة، واحد الفائدة، واحد المصلحة. سيد أيوب تيقول في الدعاء ديالو ربي مسني الضر، وهذه الكلمة هذه يقولها كل مريض، كل مبتلى، أي واحد يشعر بالضرر في جسده تيقول ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لكن الواحد لو تأمل وحاول أنه يتجاوز الظاهر للباطن غادي يبان لي بأنه هذاك الضر الظاهري فيه منافع باطنية. لذلك احنا كتقول الضار النافع. شحال من واحد أخي الكريم أختي الكريمة كانت يصحب راسه بأنه يعيش على هامش الدنيا وبأنه مهمل وبأن حتى واحد ما تيبغيه وبأنه ما عنده حد وبأن كاع الناس ما مسوقينش ليه، ولكن نهار اللي شد الفراش كيبان لي بأن التليفون ما زقاش، كلشي كيعيط، كلشي كيسول، والناس كتجي وتصور وتشوف ويسولو ويدعي ويبكيو، ياك، فكيشوف بأنه هذا الابتلاء هذا كانت فيه واحد المنافع كثيرة. شحال من واحد أخي أختي الكريمة كان غادي في طريق الغفلة وجه الضر، فكان سبب في أنه يرجع لطريق الاستقامة ويرجع لطريق الله تبارك وتعالى. الله جل في علاه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصاة،
لأنه هو النافع الضار سبحانه. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إلى واحد الإنسان دار شي حاجة كتضر ياك، واش غيضر الله تبارك وتعالى؟ أبدا أبدا. واحد الإنسان استهزأ بالقرآن، مزق القرآن، أحرق القرآن اللي هو كلام الله تعالى، أو شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصفه بشي حويج ولا دار شي كذا كذا، هل هذا سيضر الله؟ أبدا. جاهر بالمعصية وتحدى الله تبارك وتعالى ودار قاع داكشي اللي قال لنا الله تعالى ما تديروش مش هدارو كذا، هل سيضر هذا الله؟ أبدا، لأن الله تعالى هو الضار النافع سبحانه وجل في علاه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، عندكم أصحاب لكم، أنا محتاج لكم، محتاج للعبادة ومحتاج للطاعة ومحتاج تسبحوني وتذكروني وتدعوني. أبدا. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، وإلا شكرتي الله تعالى وذكرتيه وكذا يرضى سبحانه وجل في علاه. فإذا الضار هو اسم من أسمائه سبحانه، وهو من صفات الذات، من صفات الذات. أنا جبت هذا الاسم هذا أخي الكريم أختي الكريمة لأنه بزاف الناس ما عندوش مشكل مع أسماء الجمال، كتقولي الله تعالى رحيم، رحمن، كريم، وهاب، رزاق، فتاح، شافي، كذا، ما عندوش مشكل. فملي كيسمع هذيك الأسماء ديال الجلال كيقول لكم كيفاش، فيبدأ يتساءل. فهذا ما سنحاول أننا ندردش حوله إن شاء الله في هذه الحصة. صلى الله تعالى أن يوفقنا ويلهمنا السداد والصواب والرشد. آمين. فاصل ثم نواصل يا سادة يا كرام. صلى الله عليك يا نور، صلى الله عليك يا نور، يا نور كل المنازل، يا نور كل المنازل. وأنت فيها لم تزل.
اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد حبيبك وخليلك وصفيك ودليلك ونجيك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا كرام في هذه الحلقة من برنامجكم إن في الجمعة ساعة، واليوم نقف مع بعض الأسماء الإلهية راجين من المولى الكريم التوفيق والسداد والرشد. كنتكلموا على اسمه الدار النافع أخي الكريم أختي الكريمة. هذا الاسم ديال الدار أخي أختي، بزاف الناس ملي كيسمع هذه الكلمة هذه كياخذها في المعنى السلبي، كياخذهاش في المعنى الإيجابي. لذلك بعض الناس كيلقاو صعوبة كيقولوا كيفاش الله تعالى دار، وكيفاش الله مذل، وكيفاش الله مانع، وكيفاش الله متكبر، وكيفاش، خصوصا ملي كتقول ليه تخلق الأسماء الإلهية راه للتعلق والتخلق، تيقول لك وكيفاش غادي ندير نتخلق بها، كيفاش نتخلق مثلا باسمه الدار وباسمه المعز والمذل وباسمه المانع المعطي وباسمه المتكبر، ياك تطرح مثل هذه الأسئلة. فإذا صفات الله تعالى كلها صفات كمال وجمال وجلال، وهي تنقسم إلى قسمين، كاين صفات جمال وصفات جلال. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في واحد الحديث قدسي عن ربي العزة كيقول رحمتي غلبت غضبي، كأن هذه الصفات ديال الجمال وأسماء الجمال تغلب هذه صفات الجلال. ولذلك إذا جيتي تشوف في الأسماء الإلهية إن لله 99 اسما وبديتي كتحسب وكتشوف، غادي تلقى بأن الأسماء ديال الجمال أكبر وأكثر من أسماء الجلال. وحتى في الاستعمالات في القرآن الكريم كتلقى بأن أكثر الأسماء الإلهية المستعملة في القرآن الكريم كتلقى بأن أسماء جمال. بعد عندنا في مطلع كل صورة بسم الله الرحمن الرحيم، وما قالش بسم الله الجبار المنتقم، وكان ممكن الناس راه كانوا كيعيشوا في الجاهلية وكانوا كيديروا كذا، وكانوا كيأديوا الحبيب ديالو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان ممكن تنزل بحال هكذا بسم الله الجبار المنتقم، بسم الله القهار الجبار، شي اسم بحال هكذا اللي يخلي القلب يتقلع من المكان ديالو. لكن الله تعالى يطمئن قلوب عباده وكيقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهي رسائل محبة ورسائل مودة ورسائل رحمة. فإذا هاد أسماء الله تعالى راه فيها زوج، ياك تنقسم إلى قسمين، كاين أسماء جمالية وكاين أسماء جلالية. والكون مبني على الميزان، وملي كتقول الميزان راه كتكلم على كفتين، كتكلم على السلب والموجب، كتكلم على الخير وكتكلم على الشر. وسيد ربي هكذا دار الكون، بنى على الإزدواجية، سماها الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين. حتى في القيم ياك كيف كاين الخير كاين الشر، كيف كاين الظلم كاين العدل، كيف كاين الحق كاين الباطل، وهي غادية فحال هكذا. بنى الله تعالى الدنيا على هذا، حتى أن هذه هي العلة التي من أجلها أصلا الشيطان كاين في الدنيا، كان ممكن ما يكونش أصلا وإحنا كاملين نعبد الله وهذا، ولكن سيدي ربي بغى أنها تكون هكذا. علاش؟ يعني باختبار وامتحان. حتى في الآخرة كاين دارين، منزلين، مقامين، ياك كاين الأبرار وكاين الفجار، كاين أصحاب الجنة وكاين أصحاب النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وسيدي ربي كيتكلم على هذا المعنى هذا ديال الخير والشر وهذا الصراع بين الحق والباطل، هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه الآن في الأسماء الإلهية، لأن الكون ما هو إلا مظهر وتجلي لأسماء الله. فتيقول مولانا الكريم ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، في رواية حفص احنا كنقراوها هكذا، في رواية حفص كنقراوها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، بمعنى انه كاين مدافع، كاين خير وكاين شر وكاين صراع بينهم. من نهار شاءت الحكمة الإلهية ان توجد الخليقة دائما هناك خير وهناك شر، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. اذا هو ميزان فيه كفتين، فيه الحق وفيه الباطل. ياك كتعرف اخي الكريم اختي الكريمة في الحدائق اللي كيلعبوا فيها الأطفال كاين واحد اللعبة عبارة عن واحد القطعة خشبية طويلة، وتيكون عندها في المنتصف ديالها كتكون واقفة على واحد قطعة خشبية صلبة، وفي النهاية ديال هاد الخشبة هادي ديال هاد العود الكبير عنده جهة هنا وجهة هنا، والوسط كاين بحال ميزان. فتيجيو الأطفال واحد كيركب في هاد الجهة ياك،
وتيجي واحد اخر تيركب في هذيك الجهه، فملي كينزل واحد الاخر تيطلع، ملي تيعاود داك اللي طلع نزل تيعاود الاخر اللي كان نازل تيطلع، وهي غاديه بحال هكذا باش كيبقاو يلعبوا الوليدات كيفرحوا تيضحكوا تيعجبهم الحال. تخيل بان الدنيا دايره بحال هكذا، الدنيا يعني فيها هكذا، فيها كفتين ياك، ومن كل شيء خلقنا زوجين، والا ما غتكونش حياه اصلا وما غيكون والو، حتى حاجه ما غتكون عندها القيمه ديالها. اذا سيدي ربي دار الخير ودار الشر ودار النفع ودار الضر في هذا الكون، ولكن هذا الشيء علاش الهدف منه شنو هو؟ الهدف منه هو اعمار الارض، هو الاصلاح، لانه الا ما كانش الافساد علاش غيكون الاصلاح؟ اذا خاص يكون افساد، كيكون الحكمه الالهيه تشاء انه يكون فساد في الارض ويكون افساد في الارض، علاش؟ باش يبانوا عاوتاني شكون هما الناس المصلحين. لان ربي النهار اللي خلق الانسان كانت هذه هي العله اصلا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن من بداية القصة ديال آدم عليه السلام في هذه الأرض هذه، يعني كانت الحكمة الإلهية شاءت في الأزل أنه يكون هناك واحد الصراع أزلي أبدي بين الحق والباطل ليميز الله الخبيث من الطيب. فاصل ثم نواصل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخي الكريم أختي الكريمة، كنتكلموا في أسماء الله الحسنى وكنتكلموا في هذه المفارقة العجيبة اللي كاينة في أسماء الله تعالى، فتجد بأن الله تعالى ضار ونافع سبحانه وجل في علاه. قبل الفاصل تكلمنا وذكرنا الآيات اللي كتكلم على الاستخلاف ديال سيدنا آدم بأنه هو خليفة الله تعالى في الأرض، فشفنا كيفاش أن الشيطان رفض أن يسجد. تخيل بأن الشيطان إذا مشيتي لكتب التفاسير غادي تلقى بأن المفسرين يذكرون بأن الشيطان كان كثير العبادة وكان عنده العلم، فالله تبارك وتعالى رقاه ولا كيمشي مع الملائكة ولا كيمشي مع الملائكة، لكن جاء الامتحان ديال السجود لآدم فحسد وغار وتكبر وما بغاش يسجد لآدم، وراها آلاف السنين وهو يسجد، ولكن الآن غير تحط في واحد الامتحان المدة ديالو الزمنية قليلة جدا 10 ثواني، لكنه فشل في ذلك الامتحان. وهنا بدأ الصراع بين الحق والباطل، وكان ممكن أن سيدنا آدم كيف سجدوا للملائكة كاملين يسجد إبليس وما يكونش هذا الشيء كامل، ويبقى سيدنا آدم في الجنة وما يغويش إبليس وما نزلوش للأرض ومقاو إحنا أصلا تما في الجنة، وهذه النية اللي كانت عند سيدنا آدم لما أكل من الشجرة، حيث قال له هل أدلك على شجرة الخلد، فقال مزيان هنا الراحة فيكبروا ولادي هنا وتعيش الذرية ديالي في الجنة. فهو أب، سيدنا آدم أب، والأب يفكر دائما في مصلحة أبنائه ياك، الأب دائما الهم دياله، فإذا كان شي واحد كيبغيه الواحد يكون حسن منه هو ولده، فسيدنا آدم كان يفكر فينا احنا ولاده، فقال هنا إذا كانت هذه شجرة الخلد غناكل وغنبقى هنا ما عمرني نخرج، ويبقى ولادي هنا ويعيشوا هنا ويكبروا هنا وتكون الحياة هنا، فهذه حياة ما أجملها من حياة. فعاطفة الأبوة تحركت عند سيدنا آدم. هنا أخي الكريم أختي الكريمة، هنا بدأ الامتحان. فإبليس والجنود ديالو والناس اللي كيتبعوا إبليس يفسدون في الأرض،
فكيجيو الناس الآدميين ولاد سيدنا آدم حقيقة ياك لي على الدين ديال سيدنا آدم على الفطرة ياك. حيت سيدنا نوح فاش قال سيدي ربي إن ابني من أهلي قالوا سيدي ربي إنه ليس من أهلك. فإذا ولاد سيدنا آدم الحقيقيين هما ولاد آدم اللي كيعرفوا الله تعالى اش غيديروا، هما خلفاء سيدنا آدم اش غادي يديروا، سيصلحون ما أفسد الشيطان وأعوانه، سيقومون بالهداية والإرشاد ويبينوا ويوضحوا. فإذا ملي كتقول بأن الله تعالى ضار أي أنه سبحانه وتعالى يوقع الضرر بمن؟ بهذوك الناس اللي تيديروا الإفساد في الأرض، هادو هما اللي في الأخر كيتجلى عليهم الله تبارك وتعالى باسمه الضار، الناس اللي كيحاربوا الأنبياء وكيحاربوا الرسل. حيت النبي والرسول الهدف ديالو شنو هو والمهمة التي من أجلها بعث؟ وأنه ينقذ الناس من النار وينقذ الناس من غضب الله ويدخل الناس في رحمة الله. فالمكذبين لدعوة الأنبياء والرسول والمنكرين والناس الجاحدين والناس اللي يعاندون ويعارضون مع يقينهم بأن هذا حق، فهاد الناس أخي الكريم أختي الكريمة يقع عليهم الضرر. وعلاش يقع عليهم الضرر وعلاش كيتجلى عليهم الله تبارك وتعالى باسمه الضار؟ باش هذاك الإفساد ديالهم يعني ما ينتشرش الانتشار الكبير بحيث أنه غادي يقضي على الخير. وهذا عندنا في القرآن أن سيدي ربي تجلى باسمه الضار على قوم لوط، تجلى باسمه الضار على قوم هود، تجلى باسمه الضار على قوم نوح، على قوم صالح، على قوم شعيب. القوم الوحيد اللي نجوا من هذه الآفة هما القوم ديال سيدنا يونس، فهي قرية نفعها إيمانها ولم ينزل عليها العذاب. فإذا الله جل في علاه أخي الكريم أختي الكريمة خلق آدم وخلق ذريته واستخلفهم في الأرض، ومن المهام اللي كلفهم بها هو أنهم يصلحوا في الأرض، يكونوا صالحين ومصلحين. وقلنا بأنه غادي يكونوا صالحين ومصلحين، إذا راه كاينين فاسدين وكاين مفسدين، وسيدي ربي قادر على أنه ما يكونش أصلا الفساد وما يكونش الإفساد، وقادر على أنه يهلك المفسدين بلا ما يمتحن وبلا ما يبتالي المصلحين بأنهم هم اللي يقوموا بهذا الدور هذا ديال. ولكن تيقولك ولولا دفاع الله الناس، ضروري خصنا يبقاو عندنا كفتين ديال الميزان، وحده كتهبط وحده كتطلع، وهي غادي بحال هكذا. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت عينه بجمالك قلبه من جلالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله على ذلك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا سادة يا كرام في هذه الحصة من برنامجكم إن في الجمعة ساعة، وما زلنا مع هذا الاسم وهو الضار النافع. كنحاولوا نتكلموا على اسم الله الضار النافع، وكنحاولوا نشوفوا بعض المظاهر دياله وبعض التجليات دياله. فالله سبحانه وجل في علاه ملي حكى لنا القصص في القرآن الكريم ديال الظالمين وديال المفسدين وديال الجاحدين العاندين، فالإنسان العاقل ملي كيقرأ وكيسمع يتعظ وكيعرف بأنه راه كاين شي أمور شي أسباب تقدر تخلي أن الله تعالى يتجلى على واحد العبد من عباده باسمه الضار. كاينة أسباب تؤدي إلى أن الله تعالى يتجلى على شي عبد من العباد باسمه الضار، وعلى رأس هذه الأسباب الظلم. سيدي ربي يقول لنا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. من بين هذه الأسباب العلو في الأرض، قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الإشكال فين كاين؟ أن الظلم والعلو هما واحد الحاجة تحبهما النفس البشرية، النفس تعجبها أنها تظلم، فيها هذه القضية هذه. النفس في طبيعتها أنها تحب العلو والاستكبار. فهنا الإنسان العاقل أخي الكريم أختي الكريمة يجاهد نفسه ويحاول أن يزكي نفسه. كيفاش يزكي نفسه؟ أنه يحاول
انه هذيك الصفات الذميمه اللي كاينه في النفس ديالو واللي هي امتحان، لان سيدي ربي الزوجيه كاينه حتى في النفس البشريه. الى شبهتي النفس ديالك اخي اختي الكريمه بواحد الارض، راه هذيك الارض الفلاحيه هي ارض خصبه كتنبت بسرعه، ولكن راه فيها الزريعه ديال الخير وفيها الزريعه ديال الشر، بجوجهم كاينين. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. فاذا الزريعه بجوج كاينين، كاين بذور الخير وكاين بذور الشر، وبجوجهم كينبتوا وبجوجهم كيطلعوا. هنا الانسان الحكيم كما قال كونفوشيوس، والانسان المنشغل بنفسه، الانسان الحكيم هو ذاك الانسان اللي فين ما كتنبت واحد الزريعه ديال الشر شي نبته يسارع باقتلاعها تحيدها، وكيمشي لهذيك الزريعه طيبه ديال الخير كيبقى يسقيها ويتهلا فيها ويكبرها وينميها. هذا هو اللي كيسميوه سيادنا اطباء القلوب بالتخليه والتحليه. التخليه هي التخلي على الاوصاف الذميمه القبيحه، والتحليه التحلي بالصفات الحميده. فاذا الانسان العاقل يتذكر انه خليفه في هذه الارض، انه عليه ان يجتهد في ان يكون قد هذا المنصب وقد هذا الشرف اللي هو فيه، فهو تشريف وفي نفس الوقت هو تكليف. فالانسان اخي الكريم اختي الكريمه عنده القدره انه يكون يعني في واحد المقام عالي جدا وعالي وكبير، بحيث انه يكون اقرب المقربين من الله تبارك وتعالى، ويفضل الله جل في علاه على المخلوقات ويفضل على كل ما خلق، كيف انه بالامكان ديالو انه يرجع ويهبط اسفل سافل ما تبقى عنده قيمه. فالانسان اذا اطاع الله وتقرب من سيدي ربي وجاهد نفسه وحاول انه يطهرها وينقيها وحاول انه يزكيها، فالله تعالى كيحبه وكيعلي المقام ديالو كيعليه ويحليه. ولا تبع الشهوات واطاع النفس الاماره بالسوء غيبدا يهبط 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 حتى يولي في منزله الحيوانات. ولذلك سيدي ربي شبه بعض الكفار بالانعام، قال ان هم الا كالانعام، بل هم اضل اكثر كاع من الانعام، لان كيف ما كان الحال هذوك الانعام راه كيذكروا الله تعالى وكيسبحوه بكره وعشيه وغير مكلفين. فاذا الانسان يا اما سيرتقي وغادي يكون في واحد السؤدد وفي واحد الجاه ملي كيمشي في طريق مرضات الله تبارك وتعالى، او نعوذ بالله من غضب الله كيهبط لتحت. فاللي كيختار ديك الطريق الاخرى فهنا يلحقه الضرر، وهذاك الضرر اللي كيجيه كيجيه لسببين، يا اما من اجل التقويم من اجل الاصلاح، وهو ملي كتشوف شي انسان مسلم تيقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن مسرف على نفسه، ما باغيش يصلي، ما باغيش يخرج الزكاه، ما باغيش يصوم، ما باغيش الله، ما باغي والو، وعايش تبع الدنيا وكيجري من الصباح حتى العشيه وكيجري في الدنيا، واخر الهم ديالو هو الله، واخر الهم ديالو هو الاخره. فهذا الله تبارك وتعالى اذا اراد به خيرا يصيبه ضرر، ويتجلى الله عليه باسمه الضر من اجل ان ينفعه، فكيكون هذاك الضر سبب في النفع، وكيكون هذاك الضر سبب في الرجوع الى الله جل في علاه، فكيكون نفعه ونفعه ديك المنفعه الكبيره. ويقدر يكون اخي الكريم واختي الكريمه هذاك الضر الذي يصيب الانسان ليس من اجل الاصلاح، بل عقوبه معجله في الدنيا، وهذا كيكون لمن؟ كيكون لهذوك المعاندين اللي عرف الحقيقة ومتيقن منها 100%، ولكنه يصر إصرارا عجيبا على أنه يعصي الله تبارك وتعالى، بل يحارب الله ويحارب رسول الله ويحارب الدين كيف ما كان. فهذا كي يتجلى عليه الله تبارك وتعالى باسمه الضار، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فاصل ثم نواصل. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري
المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله تنزهت ذاته وتقدست صفاته وتباركت أسماؤه لا إله غيره لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخي الكريم أختي الكريمة، اليوم كنتكلم على اسم الله الدار، وقلنا بأنه من باب الأدب مع الله جل في علاه أن في حال هذه الأسماء اللي هي مزدوجة ما نذكرهاش منفصلة، دائما نذكرها مقترنة لا نذكرها بالإفراد. ما نجيش ونقول بأن الله تعالى دار هكذا ونخليها، نقول ضار نافع، مانع معطي، معز مذل، خافض رافع، وهكذا. كتعرف واحدة من أمور اللي كاينة في هذا الكون أن الله تبارك وتعالى كيعامل العباد ديالو بطريقتين، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يا إما كيعاملهم بالعدل يا إما كيعاملهم بالفضل. الله جل في علاه في الدنيا وفي الآخرة يعاملنا وسيعاملنا بطريقتين، يا إما بالعدل ويا إما بالفضل. فالمؤمنين الصالحين تيطلبوا الله تعالى وتيقولوا يا ربي عاملنا بالفضل ولا تعاملنا بالعدل. علاش؟ لأنه إلا جا سيدي ربي تحاسب معنا توعد فينا ما غادي يربح وتوعد فينا ما غادي ينجح. إلا جا الله تبارك وتعالى بغى يحاسبنا بالعدل، وإلا بغى يرحم سبحانه وتعالى وبغى يكرم ويتفضل فإنه يعامل عباده بالفضل. فملي كتشوف بأن واحد الإنسان الله تعالى تيعطيه النعم وتيعطيه النعم على غفلته على معصيته على قبحه وعلى الإجرام دياله وعلى الذنوب اللي كيدير صباح مساء، فهنا سيدي ربي كيعامل ذاك العبد بالفضل. والعجيب أنه في الدنيا في الغالب سيدي ربي تيعامل الناس بالفضل، كتلقى الإنسان تيدير أمور تغضب الله تبارك وتعالى وسيدي ربي يتفضل عليه بالصحة ويتفضل عليه بالحياة يتفضل عليه بالجاه، أمور كثيرة. أو سبحانه وتعالى يعامل عباده بالعدل. فملي كتكون النعم 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 النعم، عمر الإنسان يقول أنا أستحق، داك علاش سيدي ربي عطاني هذه النعمة؟ أبدا، وإنما هو محض فضل من الله. إمتى من حقي نقول أنا أستحق؟ هو عندما يبتلى الإنسان، إذا ابتلي وجاته شي نقمة فليعلم بأنه عدل من الله. فإذا
ملي كيصيب الانسان ضرر، شي اذى، شي حاجه قبيحه تصيبه، فالانسان يرجع لبساط الحكمه وليعلم بان هذا داخل في الحكمه الالهيه، داخل في الحكمه. اي حاجه كتشوف فيها شي ضرر اعلم بان فيها حكمه، ما يمكنش ما يكون فيها حكمه. شتي حتى وجود الفقراء مثلا اخي الكريم واختي الكريمه والمعوزين راه حكمه، وجود المرضى حكمه، وجود الناس اللي عصاة حكمه. اذ لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى. شتي كل ما كانش المرض ما عمرنا كنا نعرفوا قيمه الصحه، وكل ما كانش الفقر عمرنا كنا نعرفوا قيمه الغنى، وكل ما كانش الجهل عمرنا ما كنا نعرفوا قيمه العلم، وكل ما كانش الذل عمرنا كنا نعرفوا قيمه العز، وهكذا بضدها تعرفوا الاشياء. فسيدي ربي عندما يتجلى باسمه الدار فكيكون من مورا هذا كاين واحد الحكمه بالغه، وهي اعاده المجتمع واعاده الناس بحال واحد القطار خرج على السكه ديالو، فكيجي واحد اللحظه خصنا نديرو تدخل بالقوه باش نهزو داك القطار ويرجع للسكه ديالو الصحيحه. فاذا ملي كنقولوا بان الله تعالى من اسمائه الحسنى الدار، فماشي المعنى ديالو انه يريد الضرر بمن في الارض، ماشي المعنى ديالو انه يريد ان يسفك الدماء بغير حق، لا. فاذا الله تبارك وتعالى النافع، ياك النافع سبحانه ينفعك من بعد ما كيكون الضر، ياك. قال تعالى فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فهنا أخي الكريم واختي الكريمة تجلى الله جل في علاه على السحرة باسمه الدار، ياك، فأبطل سحرهم. وكل ما تجلش عليهم باسمه الدار كان هذاك السحر ديالهم يعني كان يفوز وينتصر، ولكنه تجلى عليهم باسمه الدار. لماذا؟ لأن السحر فيه مفسدة، فكان ضروري أن الله تبارك وتعالى يبطله، إن الله سيبطله. فإذا الدار والنافع يضر لينفع، يضر ليصلح، يضر ليرجع الأمور إلى نصابها. فاصل ثم نواصل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أخي الكريم واختي الكريمة، سيدي ربي في القرآن الكريم كيقول لنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هنا كيتكلم سيدي ربي في العلاقة فيما بيننا، أن واحد الإنسان يسيء إليك ويعاملك بالسيئات، لا يعاملك بالحسنة، تعمل معك واحد المعاملة سيئة جدا. فهنا سيدي ربي يقول لك شوف يا عبدي، راه ماشي الحسنة في حال السيئة، راه ماشي في حال في حال، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. إيوا شنو ندير يا ربي؟ ادفع بالتي هي أحسن، أنت لا تعامله بالمثل، تعامل معه معاملة جيدة، ما تعاملوش بالضر وبالضرر، أنت تتعامل معه بالحسنة. في الآية الأخرى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فإذا الفقر ضر، الشدة ضر، المرض ضر. سبحان الله سيدي ربي لو خلى الناس بلا ابتلاءات واحد العدد كبير غادي يطغى وينساو. فهنا تورينا سيدي ربي وتعري لنا هاد النفس البشرية وتيقول بأنها كمونية كتحتاج للشدائد والمحن باش ترجع للطريق. فتيقول وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. هنا كتشوف سيدي ربي كأنه كيقولك الإنسان كاين بعض الناس راه ملي كيجيهم الابتلاء تيولوا من أولي الألباب،
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ملي كيجيهم الابتلاء تيوليو على طول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يدعونا. شي دعانا لجنبه يعني متكي على جنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وملي كيجيب الله الفرج وكيبرا وكيتشافى وكترجع القوة صافي تيولي عاوتاني تينسى كأن شيئا لم يكن. فهاد الناس سماهم سيدي ربي مسرفين، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فإذا سيدي ربي ملي كيسلط الضرر على شي عبد من العباد فكيكون الهدف شنو هو؟ هو أنه يرجعوا لجادة الصواب، يرجعوا للطريق الصحيح. سواء كان هاد الضر مادي ياك أو كان بدني أو نسأل الله السلام والعافية في فقدان الأحبة أو كان ضر معنوي، أزمات نفسية، مخاوف، وسواس قهري، ضغط نفسي، أو كان هذا الضر هذا واحد الأحلام وأهداف لا تتحقق. فإذا هذا كله ضر، فالضر يا إما يكون ظاهرا يا إما يكون باطنا، فهو ابتلاء يبتلى به الإنسان الخليفة. لماذا يبتلى بهذا؟ لكي يعود إلى الضار النافع. والنهار اللي غادي يرجع لله تبارك وتعالى اللي هو الضار يتجلى عليه مولانا بالنافع. قال تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. قل كل من عند الله، راه الله تعالى ضار النافع، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا أخي الكريم أختي الكريمة، الله تبارك وتعالى تقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما أصابك من حسنة فمن الله، إذن هنا سيدي ربي يتعامل معك بالفضل. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هنا سيدي ربي يتعامل معك بالعدل. وتقول سيدنا محمد وأرسلناك للناس رسولا، وفي القرآن الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكفى بالله شهيدا. فالدنيا أخي الكريم أختي الكريمة هكذا خلقها الله تبارك وتعالى، يتجلى فيها على عباده بأسماء الجلال وأسماء الجمال. فقلنا بأنه ضار نافع، معز مذل، خافض رافع، معطي مانع. وهذه العلة أصلا سيدنا آدم لو خلاه الله تبارك وتعالى في الأرض ما عمره كان غيعرف بأن الله تعالى ضار، لأنه ليس ضر، ليس هناك في الجنة ضر، وليس في الجنة منع، وليس في الجنة شفاء. فبزاف ديال الأسماء ما كانش غادي يعرفها سيدنا آدم على الله تبارك وتعالى، فهو خصو يعرف الله تعالى بأسمائه كلها وصفاته كلها. فلذلك جاء به إلى الأرض. في المدة ديال الحياة ديال الإنسان في الأرض هي مدة اللي غادي تجلى فيها الله تبارك وتعالى على عباده بالضر والنفع أيضا. قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فابتلاء الأموال في الأنفس، سماع كلام مؤذي، كلام جارح، فهو ابتلاء معنوي. لكن هذا الشيء كله الهدف دياله شنو هو؟ الهدف دياله خصو يوصلنا للنفع. ولذلك قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذه الابتلاءات اللي هي تجليات اسم الله الضار كتكون النتيجة الحتمية ديالها تجلي اسم الله النافع. فكيعطيه الصبر، وربي هو اللي كيعطي الصبر، فكيصبر هذاك العبد، وملي كيصبر الله تعالى كيجازي بلا حساب. والصابرين دائما سيدي ربي تيمدحهم في القرآن الكريم. وهذا كله يعني نوع من الإعداد لهذا الخليفة لي، ونوع من الاختبار. شوف سيدي النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أشرف الخلق تيخطب الله تبارك وتعالى وتيقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
بمعنى أنه تعرض لامتحانات صعيبة وابتلاءات كبيرة كما ابتلي الأنبياء والرسل من قبل، بل هو كان أشد. ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فإذا هنا الله تبارك وتعالى يتجلى باسمه الضار على كل شيء، على المخلوقات كلها، على اختلاف المراتب والمنازل دياله، فالضرر يلحق الجميع، ولكن المؤمنين والصالحين كيكون هذاك الضر من أجل النفع.